هو الموضوع الحمد لله خلال السنتين ثلاثة زاد جدا جدا الحمد لله، برضو بوجود المؤسسات الأهلية اللي هي زي يلا كفالة. الموضوع بدأ إن أنا 25 سنة بحاول أحمل زي أي واحدة ست، وطول عمرنا ما عارفين إن التبني حرام، فما كنتش باجي ناحية الاتجاه دوت إن أنا أدخل طفل في بيتي، لأن ما أعرفش إن اسمه كفالة مش تبني. فما عرفتش الموضوع ده الا بعد ال40، ان انا يعني كنت كبرت خلاص وعرفت ان انا ممكن دور الايتام مليانه اطفال كتير، وان انا ممكن ادخل طفل اكشلي في بيتي. ومشيت الاجراءات ان انا مشيت في الاجراءات ان انا اخد طفل عندي في البيت. وانس ان انا عملت ده وخدت طفل فعلا في البيت، حياتي اختلفت. وربيت ابني مصطفى من هو 4 ايام، انا شفته هو 4 ايام، حياتي اختلفت، حبي للحياه اختلف. انا وجوزي، هو عنده بنتين من جوازه قبل كده، بالنسبه له مصطفى ده يعني حاجه ما حصلتش. فلقيت ان في ايه في الدنيا، ان يعني الناس في مصر مش عارفه ان الدور مليانه اطفال قد كده، وفي ستات كتير زيي ما بتعرفش تخلف. فكتبت بس على فيسبوك ان انا عملت الخطوه دي، وان انا كفلت ابني، ودي اكتر حاجه جميله عملتها في حياتي. ومن هنا البوست ده لقيته مش ويند فايرل، كان اكسبلوجن في مصر، لدرجه ان انا بعد سنه لما عملت الصفحه الاولى اللي انا عملتها كان اسمها اقفل طفل في بيتك، اتكرمت من سيده مصر الاولى انتصار السيسي على بس الانيشيتيف نفسه، مش حتى على المؤسسه. سفري مع مصطفى لامريكا خد وقت كتير جدا، خد اجراءات كتير جدا، الورق كان عتيق جدا. فده خلاني فتحت اول مؤسسه للرعايه البديله في امريكا الاول. الكلام ده كان امتى تقريبا؟ يعني عايزين نعرف تواريخ من حضرتك، الرحله دي بدات امتى؟ الرحله دي بدا مصطفى دلوقتي عنده 9 سنين، هيتم 9 في نوفمبر، فبدات في هو 2014، يبقى 2013 بدات اجراءات الورق نفسه. خدت مني سنه على ما توافق عليا، وانا ساعتها كنت 44 سنه فهتم 45، وكنت مرعوبه ان يرفضوني، لان الكت اوف ساعتها او السن النهائي لان انت تدخلي كان 45، وانا كنت مرعوبه ان هم يرفضوني. بس هل كان في شروط صعبه يا استاذه رشا؟ يعني هل حضرتك لا، هو دلوقتي بص الشروط صعبه كانت ساعتها زمان، دلوقتي احنا سهلنا شروط جامد جدا، واحنا الحمد لله شغالين مع الوزاره ومع ودكتور يعني نبيل قباج، يعني مش عايزه اقول لك السبورت بتاعها لينا وبتسمعنا، ولما بنعمل اجتماعات معاها كاسر بديله بتسمعنا وتشوف ايه مشاكلنا عشان نحاول نحل. انا ايامي كانت 45 سنه، دلوقتي زاد السن ل 60. طبعا ناس كتير هتعترض، ازاي واحده عندها 60 سنه تشوف يعني تاكل طفل صحتها وظروفها الصحيه وكده. انا شايفه ان 60 كبير قوي برضو، ان انا اكفل طفل بيبي، يعني ممكن مثلا ان احنا نغير في القانون ان 60 دي تكفل طفل بس مثلا 4 سنين 5 سنين، يعني حاجه اكبر شويه، لكن ان 60 سنه وتبتدي ببيبي بيبي زي ما انا عملت. يعني ابني كان 4 ايام لما انا شفته، مش 45 و4 ايام، هو برضو كبيره، بس الحمد لله هو يعني احلى حاجه في حياتي.